ما أبرز ما جاء في الصحف اليوم. نبدأ من صحيفة الجريدة الكويتية، حيث كتب منير الربيع لليوم: ترشيح الزعور يطفو مجددا، والراعي يحمل إلى باريس لائحة مرشحين رئاسيين. تجددت التحركات على الساحة اللبنانية في سبيل تفاهم القوى المعارضة لانتخاب سليمان فرنجي على مرشح لخوض المعركة الرئاسية، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود الأسبوع الفائت بفعل انعدام الثقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وفيما لم تتكشف تفاصيل هذا التغيير السريع، يشير مراقبون إلى أن المسار اللبناني لا ينفصل عن المسار الإقليمي، وأن الرهانات الداخلية على حصول تطورات خارجية تفضي إلى الإفساح في المجال أمام الذهاب باتجاه مرشح توافقي لم تتوقف، لا سيما أن القوى المعارضة لفرنجية تذهب باتجاه ترشيح جهاد أزعور. مصادر قريبة من الإيرانيين تشير إلى أن زيارة سلطان عمان إلى إيران اليوم لها أكثر من سياق، وبحسب المعلومات فإن سلطنة عمان قد تطرح على الإيرانيين والأمريكيين الملف اللبناني في إطار المساعي للتوصل إلى اتفاق، بحسب ما تقول مصادر قريبة من حزب الله، وهذا ما يتقاطع مع الضغوط الدولية الدافعة باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية قبل نهاية شهر يونيو. وانطلاقا من هذه الرهانات، ارتفعت أسهم جهاد أزعور الرئاسية، فيما أبلغ الرجل كل المعنيين بأنه مرشح حريص على التوافق والتفاهم مع كل القوى. وتحرص قوى المعارضة على الاتفاق قبل زيارة البطريرك الماروني بشار الراعي إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيكون له لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد غد في الإليزي. وبحسب المعلومات فإن الراعي يسعى للذهاب إلى باريس وفي يده ورقة عليها أسماء عدد من المرشحين الرئاسيين، ولا سيما اسم أزعور كمرشح متوافق عليه بين القوى المسيحية وعدد من القوى الأخرى، كما أن لديه قدرة على التواصل مع معظم القوى السياسية. وبذلك يقول الراعي للفرنسيين أن فرنجية لم يعد المرشح الوحيد، وأنه لابد لباريس أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير اللبنانية والمسيحية في مسألة انتخاب الرئيس. ننتقل الآن إلى منشات الأنباء أونلاين، حيث جاء فيها: ترشيح أزعور يتقدم دون حسم، وباسيل يسابق موعد الراعي وهزة التيار. كثر الكلام عن توافق مبدئي بين الكتل المعارضة وتكتل لبنان القوي حول اسم الوزير السابق جهاد أزعور، ما يعزز هذا الاعتقاد. التسريبات غير المؤكدة عن اللقاء الذي تم بعيدا عن الإعلام بين أزعور ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد في حارة حريك قبيل زيارة أزعور إلى السعودية. مصادر مواكبة للتحركات كشفت لجريدة الأنباء الإلكترونية أن التوافق على أزعور بين التيار الوطني الحر والمعارضة أصبح قاب قوسين وأدنى، وأن رئيس التيار جبران باسيل الذي كان ينتظر إشارات إيجابية تصب في مصلحته في الإطلالة الأخيرة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تفاجأ بتمسك نصر الله بترشيح فرنجية ودعوة المعارضة للحوار حول الاسم الذي يرونه مناسبا دون الإشارة إليه ولو تلميحا. وتلفت المصادر المواكبة إلى أن زعيم التيار البرتقالي تبلغ معلومات شبه مؤكدة أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2 حزيران يحمل معه لائحة بأسماء مرشحين للرئاسة، من بينهم عضو تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان، ولهذا السبب أعلن موافقته المبدئية على أزعور. وفي خبر سريع من الديار جاء فيها لليوم: مسؤول عربي كبير فاتح بن سلمان بالملف اللبناني، وهكذا جاء الرد. أفادت معلومات مؤكدة بأن مسؤولا عربيا كبيرا فاتح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الملف اللبناني خلال القمة العربية الأخيرة، وكان الجواب الحال بده شوية وقت. كما أشارت العديد من الصحف السعودية أن الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي استعرضا الملف اللبناني، ولا تسريبات في هذا الشأن، لكن الصحف أكدت أن الرياض تسعى إلى نظام إقليمي مستقر دعائمه لبنان وسوريا والعراق. إلى الشرق الأوسط مع بولا أسطيح الذي كتبت لليوم: لبنان استبعاد مواجهة برلمانية بين أزعور وفرنجية. تشير الحسابات الحالية إلى أن لا فرنجية ولا مرشح المعارضة التيار الوطني الحر الذي قد يكون بحسب آخر المعطيات جهاد أزعور قادران على حسم فوزهما ب 86 صوتا من الدورة الأولى، ولا حتى ب 65 صوت بالدورة الثانية. هذا إذا لم نتطرق إلى موضوع النصاب الذي يستلزم وجود 86 نائبا في القاعة في كل دورات الانتخاب.
في المقابل إذا تفاهمت الكتل المسيحية الكبرى على اسم أزعور فسينطلق من دعم نواب القوات اللبنانية 19 ونواب الكتائب اللبنانية 4 إضافة لنواب التيار الوطني الحر 18. هذا إذا افترضنا أن كل هؤلاء سيسيرون بقرار رئيس تيار جبران باسيل في ظل المعلومات عن استياء من طريقة مقاربته للملف. كذلك سيصوت لأزعور عدد من النواب المستقلين ونواب التغيير ما يرشح تخطيه بسهولة عتبة 50 نائبا. لكن فرنجي وأزعور غير قادرين على بلوغ عتبة 65 صوتا، وهي طبعا الأصوات اللازمة لأي مرشح للفوز بدورة ثانية. أما بالنسبة لمصادر القوات فتشير إلى أنهم أبلغوا من مكونات المعارضة التي تتحاور مع فريق النائب باسيل أن الاتفاق على اسم أزعور تم وحصل، وبالتالي قد دخلنا في الخطوات العملية، معتبرة في تصريح للشرق الأوسط أن ذلك يستوجب اليوم تظهير هذا الموقف وإعلانه رسميا من قبل الكتل المعنية ومن ضمنها تكتل لبنان القوي. ووصفت المصادر ما حصل بالتطور الكبير الذي سيحرك الاستحقاق الرئاسي، وفي حين يتردد أن الوطني الحر ليس بصدد خوض معركة كسر عظم مع الثنائي وأنه سيحاول إقناع حزب الله بأزعور. نختم مع الجريدة الإلكترونية الأخيرة لليوم أساس ميديا. ماذا كتب عماد الشدياق؟ الدولار مستقر حتى بعد رحيل سلامي، ولكن بأي شروط؟ بحسب المعلومات الموثوقة فإن الاستقرار مستمر أقل حتى نهاية الصيف. لن يؤثر رحيل سلامي على سعر صرف الدولار في السوق، خصوصا بعد الإجراءات التي اتخذها المجلس المركزي في مصرف لبنان والتي استطاعت أن ترسل الاستقرار الحالي. قبل ذلك أكثر من جهة سياسية وصحفية نقلت في مجالس خاصة عن الحاكم أن سعر الصرف سيصل إلى عتبة 100,000 ليرة ويتوقف. وتنقل معلومات بالتواتر أن السير بالإصلاحات ربما سيعيد سعر الصرف إلى ما دون 50,000 ليرة. تؤكد مصادر مصرف لبنان أننا ما زلنا في طور هبوط سعر الليرة، لكن سرعة هذا الهبوط تراجعت. ليس هذا الاستقرار استقرارا مستداما، وإنما مرحلي ساهمت عوامل عدة في إرسائه بما يشبه المعجزة. ومن بين تلك العوامل تراجع إضرابات المصارف، انحصار هجمات القاضية غادة عون وغيرها على المصرف المركزي، والجو الإيجابي إقليميا الذي بدأت ملامحه تظهر في سوريا وتتسرب إلى لبنان. أما مستقبلا فتعتبر المصادر أن دخول التعميم 165 الجديد الذي يسعى إلى إعادة تحريك المياه الاقتصادية الراكدة من خلال إعادة خلق ودائع فريش بالليرة وبالدولار حيز التنفيذ، سيكون بمنزلة الخطوة الأولى لتحضير الأرضية في طريق عودة الحياة إلى القطاع المصرفي، ويمكن أن يبنى عليها مع الوقت من أجل تحويل منصة صيرفة إلى منصة مزدوجة تمكن المواطنين من شراء وبيع الدولارات عبرها في المصارف، وبذلك يكون قد يعني أفل أو دور المضاربين بشكل نهائي إلى غير رجعة، وعندئذ يتراجع دور الصرافين الذي انتفخ منذ بداية الأزمة إلى حدود بعض الفتات فقط.